راديو نيل. قبل ما نكمل كلام في موضوع حلقتنا النهاردة، عايز أوجه رسالة لكل حبايبنا اللي كانوا مخططين أو عشمانين أو ناويين يشتروا الآيفون 15 الجديد. ركز بقى يا سيدي، ركز بقى واسمع المفاجأة اللي أكيد أكيد ممكن تخليك تغير رأيك. أول ما تم الإعلان عن آيفون 15 الجديد، قالوا إن البرو والبرو ماكس، النسخة بتاعت البرو والبرو ماكس اللي هم أعلى نسختين بينزلوا، هيجوا بإطار من مادة التيتانيوم اللي هو الفريم بتاع الموبايل ده من مادة التيتانيوم. أول حاجة طبعا في ناس أول ما بينزل آيفون بتشتريه وتقعد تجرب فيه عشان بس تكتشف العيوب والمشاكل. أول حاجة الناس اكتشفتها إن لما بيجي يستخدم الموبايل صوابعه بتعمل بتبصم على الفريم التيتانيوم ده، فطلعت أبل راحت ردة وقالت لا يا جماعة، البصمة اللي بتتعمل دي مش بسبب مادة التيتانيوم، ده صوابعكو هي اللي بتفرز أو الجلد بيفرز مادة زي يعني حرق بسيط كده، هو ده اللي بيبصم ومش عارف ايه، بتبقى مادة دهنية وعادي هات حتة قماشة وامسح الموبايل ويبقى زي الفل معايا. عدت ماشي، عدت من يومين بقى الكارثة الكبيرة، موبايل آيفون 15 برو والبرو ماكس بيسخن بطريقة رهيبة تخلي المستخدم مش قادر يمسك الموبايل من ظهره. للدرجة دي؟ للدرجة دي. شركة أبل معروفة بالصدق مقارنة بشركات تانية كتير، مشكورة طلعت امبارح بتويتا أكدت فيه المعلومة، ما نفتش خالص إن البرو برو ماكس 15 قالت فعلا هو تعرض ليه يعني مشكلة بسبب بعض التطبيقات الخارجية اللي بيتم تثبيتها على الموبايل، هي دي اللي بتستهلك البطارية بشكل كبير وبتؤدي ليه ان البطارية بتسخن. وقالت ان المشكلة دي متعلقة بنظام التشغيل iOS 17 اللي هو موجود على الموبايل، ملهاش علاقة بالبروسيسور، ووعدت ان في ابديت هيوصل خلال ساعات قليلة علشان خاطر يعالج المشكلة دي. ذكرت تطبيقين تحديدا هما اللي بيؤدوا لسخونة الموبايل، هما اوبر وانستجرام. قالت ان التطبيقين دول بيستهلكوا البطارية بشكل كبير جدا وده اللي بيؤدي للسخونة، ملهوش علاقة خالص بطبقة التيتانيوم اللي على الموبايل من بره. هتشتري والموبايل يسخن في ايدك ولا تخليك في ماركة تانية؟ يقولك برضه غالي تمنه فيه، ده خدي بالك بقى، ده جاي في وقت ايه، مارك زوكربيرج طبعا مؤسس شركة ميتا فيسبوك كان طالع بيتكلم في مؤتمر يكشف فيه عن منتجات جديدة، تخيلوا يا جماعة الموبايل اللي ماسكه ده بقى من أغنى الأشخاص في العالم، كان ماسك موبايل سامسونج مش آيفون. بالعكس، ده كمان وجه رسالة للموظفين قال لهم إن أغلب مستخدمي فيسبوك بيستخدموا نظام أندرويد، فعشان كده حاولوا أنتوا كمان تستخدموا موبايلات بتشتغل بنظام أندرويد مش iOS. فمش عارف، أنا حاسس إن يعني إمبراطورية آيفون بتحاول بتنزل، مش عارفه، بس زمان المستخدمين لا، كل الناس، والدليل على كده ان احنا يا تامر بنتكلم اكتر عن المؤتمر او اللي هو اليوم اللي هيبقى فيه الاصدار الجديد طبعاً من شركه ابل، فلا يعني كل الناس طبعا بتهتم جدا، وزي ما قلنا وزي ما بنتكلم دايما ان الناس بتروح لخاصيه الامان. صحيح. في الموبايلات، فده صحيح اللي احنا بندور عليه عامه في كل الموبايلات وكل التطبيقات.